لم تعد أفلام الأكشن والحركة والتشويق حكرا على الرجال، وذلك مع ازدياد عدد الممثلات اللواتي وجدنا في هذه النوعية من الأفلام فرصة لتحقيق انتشار أوسع ونجومية أكبر. فمن هن أبرز نجمات الأكشن لعام 2017، وما هي أهم الأفلام التي تنتظر رواد السينما هذا العام من بطولة نسائية؟ استعرض أسماء النجمات اللواتي ينافسن الرجال في ملعبهن مع الناقد السينمائي خالد مجدوب. سعد صباحك. صباح الخير خالد. خير عمر، صباحك. شو هل شارليز تارين هاي؟ أنا ما عرفتها. شو هل شارليز تارين هاي؟ أنا فكرتها هالي باري من البوستر، مبين أنها هالي باري. أنا انصدمت. أنا خطيرة. ممكن أسألك خالد، شمعنا أنت اخترت هالموضوع يعني؟ أول شيء باعتقادي هو موضوع شيخ نختم فيه شهر المرأة Women Historic Month number one. نمبر 2 لأنه فعلا فاجأني الكم الهائل من أفلام الأكشن هذه السنة تحديدا، كلها أفلام جديدة بطلاتها سيدات، ما بقى فينا نقول الجنس الناعم واللطيف لأنه صاروا يا لطيف يعني شارليز تارن مبدعة طبعا دائما. على العموم كل محبي أفلام الأكشن وأنا وأنت منهم بجزم، يعني ندخل السينما متوقعين كثير من حركات القتال والانفجارات والإثارة والتشويق وتبادل إطلاق النار وإلى ما هنالك. كان هذا الجانر تحديدا مهيمن عليه من قبل الرجال ولفترة طويلة. إلى عقدين من الزمن بلش يتغير هذا الموضوع شوي، تمكنت بعض النساء الطفل الأبضيات من التسلل إلى العالم الذكوري وإثبات قدراتهن الجسدية كنساء قويات قادرات على تدمير المدن والقتل بشكل لا يعرف الرحمة. كذلك يمكن أبرزهم أنجلينا جولي. أنجلينا جولي بدنا نوقف عندها. أثبتت النساء بأنهن قادرات على متمكنات جدا من الدخول إلى أي جانر من جانرز السينما وتحقيق النجاح فيه. أبرز هؤلاء النجمات أنجلينا جولي بلارا كروفت توم ريدر، بجزئيه مستر أند ميسيس سميث، بوانتد، بسولت، في عنا كيت باكنسيل بسلسلة أفلام الفامبايرز أندرورلد، هي الفامباير سيلين يلي لابس اللذر الأسود وكمان قادرة على القيام بحركات قتالية فظيعة. عندك أوما ثيرمان بكل بيل، ما فينا ننكر شو عملت أوما ثيرمان. كاري آن موس بذا ماتريكس تريلوجي كمان كانت. إذا ما عاد الموضوع حكرا على رجال بتاتا. يمكن كانوا في أدوار مساندة، كانت بأدوار مساندة أحسنتي، وما لم تكن أدوار بطولة مطلقة إلا إذا استثنينا طبعا كل بيل كان لأوما ثيرمان أنجلينا جولي كمان وكمان شو اسمها كيت باكنسيل. نجي لل 2017، مجموعة كبيرة من أفلام الأكشن الشيقة جدا واللي رصدت لها مبالغ طائلة جدا، منهم Ghost in the Shell، سكارلت يوهانسن أو جوهانسن. سكارلت جو ما بقى جديدة على هذا الجانر، وهي المشهورة بأهم أدوار الأكشن بسلسلة The Avengers وسلسلة Iron Man وحتى كابتن أمريكا. دور ناتاشا رومانوف العميلة القاتلة أو The Black Widow الأرملة السوداء، تقوم بحركات جسمانية خطيرة جدا سكارلت جوهانسن. وهون ب Ghost in the Shell من أبرز أفلام طبعا هو فيلم إذا بدك فيلم رعب وأكشن بنفس الوقت. هذا الفيلم مقتبس عن سلسلة أفلام الأنيمي أو الجابانيز أنيمي رسوم المتحركة للكبار المشهور جدا هذا الجانر باليابان. يعود تاريخ هذه السلسلة إلى عام 1989. الإنتاج ضخم جدا، هذه السنة رصد للفيلم 140 مليون دولار. وطبعا روبرت ساندرز القادم من سنو وايت اند ذا هانتسمان، مخرج سنو وايت اند ذا هانتسمان، هو الذي اخرج هذا الفيلم. تتميز دائما سكارليت جوهانسن بادوار الاكشن، هي فينا نقول انه قطعتها صغيره شوي بعكس شارليز تارن. صغيره بس جباره. نعم يعني هذا بيتيت قصيره ولكن تتمتع بلياقه بدنيه عاليه جدا. ويقول المثل اتقي شر كل من قريبه من الارض يعني. ضم صوتي لصوتك يعني مطرح لان يبدو بانه هي ينطبق عليها هذا المثل. وخضعت لجلسات تدريبية على يد أهم المدربين في فنون القتال والحركات اللياقة البدنية. كم يأخذ تقريبا يستغرق وقت؟ أشهر وأشهر وأشهر. نذكر على سبيل المثال لا الحصر جينيفر لورنس اللي هي مش كتير قريبة لقلبي، ولكن بـ The Hunger Games خضعت لجلسات تدريبية فاقت 6-7 ساعات يوميا حتى تتمتع بيئة وما طلعت هالقد يعني بلياقة بدنية عالية، مش مثل سكارليت جوهانسن. ويمكن الدور
الدور ما تطلب. شوف هالأستاذة المرعبة يلي اسمها شارليز تيرون. شارليز تيرون طبعا بعكس سكارليت جوهانسون، طول فارع وبرضه لياقة بدنية عالية جدا وبنية جسمانية قوية. لم يكن هذا ولن يكون هذا آخر أدوارها طبعا اللي في جون الأكشن. كل ما بتكبر بالعكس تحلو وتزداد إثارة. بماد ماكس 2015 نذكر دورة بماد ماكس مش معقول شو كان رائع. نذكر ب 2008 إلى جانب ويل سميث بهانكوك، وأول أدوارة بجانر الأكشن كان بال 2005 بأيون فلوكس. وقع الفيلم تجاريا ونجحت هي في هذا الدور أمام الجمهور على الأقل. بأتوميك بلوند تقوم بدور عميلة تابعة لجهاز MI6 الاستخبارات البريطاني، وتذهب إلى برلين عشية سقوط الجدار لاسترداد ملفات خطيرة. يعني جيمس بوند النسخة النسائية نوعا ما، وأجمل وأهم من جيمس بوند. يعني طبعا من قله لمستر كريغ دانيال كريغ احذر. وندر وومن هي طبعا النجمة المميزة جدا، جال جادو النجمة التي أعادت إحياء هذه الشخصية المميزة اللي علقت بأذهاننا نحن وأطفال كتير صغار بالثمانينات حتى ما تقول يعني ما تفكري. كانت ليندا كارتر الممثلة المشهورة، كانت هي وندر وومن إذا بتتذكري، كانت تبرم ويطلع ضو ومش عارف إيش. أعادوا إحياء هذه الشخصية، هي ديانا The Warrior Princess الأميرة المحاربة الأميرة الأمازونية، التي طبعا أول من قدمها كان المخرج زاك سنايدر بباتمان versus سوبرمان Dawn of Justice. شفنا مثل ما قلنا وندر وومن، ونجاحها الكبير بهذه الشخصية لجال جادو حث المنتجين على إنتاج سلسلة خاصة لها. وندر وومن هي جال جادو ورحلتها من أميرة أمازونية إلى طبعا محاربة من الطراز الرفيع. ما بيقدر زينة The Warrior Princess، بس كان مسلسل زينة The Warrior Princess هو إلى حد ما كان مقتبس عن فيلمين على السريع. ستار وورز عنا ستار وورز The Last Jedi، قدم لنا الممثلة الشابة من مواليد 1990 يا لطيف اللي هي دايزي ريدلي. دايزي ريدلي يعني هون ستار وورز اللي كان طبعا عالم ذكوري وبامتياز لوك سكاي ووكر وهان سولو، فجأة صارت البطلة هي هذه الممثلة الشابة يلي أراد يمكن صناع الفيلم بأنه يجب إضافة لمسة أنثوية على ستار وورز ليكون إذا بدك مقبل على الجيل الجديد ومتقبل من الجيل الجديد. وفاليريان أند سيتي أوف ثاوزند بلانيتس، كارا دلفين، يعني ما بعرف كارا دلفين كتير طلعتها وأنا مش فاهم صح؟ كتير إيه صح ولا لا، مش فاهم يعني إيه وإنه هلأ بدها تفوت وتصير نجمة أفلام أكشن. بعدني عندي علامة استفهام كبيرة على قدراتها التمثيلية، ولا أعتقد بأنها ممثلة، ولكن بسويسايد سكواد لفتت الأنظار لها بدور أكشن كان مهم. فإجا لوك بسون الباحث الدائم عن الوجوه الجديدة ودعمها، وهي الفرنسية سريعاً. مثله خليفة أنجلينا جولي بالنسخة الجديدة فشرت بس ليكي يعني هي خليفة أنا اللي اخترت المخرج اللي اختار أليشيا فيكاندر ممثلة مميزة جدا، أنا حبيتها جدا بدورة تمثيلي درامي رائع بذا دينيش غيرل واستحقت عنه جائزة الأوسكار. إنما هل تكون خليفة أنجلينا جولي؟ لا أعتقد. صح. أنجلينا تركت بصمتها في توم ريدر، وجاءوا بأليشيا فيكاندر لإحياء الدور من جديد مثل ما قلنا للجيل الجديد، يعني حاكوا بنجمة جديدة. شكرا جزيلا للناقد السينمائي خالد مجدوب، استعرضنا أهم نجمات الأكشن لعام 2017. شكرا لك.